لا مانع من القليل من القهوة الفيتنامية أثناء الانتظار في صالة المطار. يا سلام. السلام عليكم وساكم الله بالخير. طالعين من سايغون جنوب فيتنام إلى شرق فيتنام إلى مدينة بحرية جميلة اسمها نها ترانك. الرحلة هذه كان موعد إقلاعها الساعة 2 الظهر، المفروض تقلع 2 الظهر، وقبل أسبوعين جاني إيميل إن تم تأجيلها للساعة 3. لما جيت المطار أجلوها إلى 4 والآن أجلوها إلى 44 دقيقة. بس يلا ما في مشكلة، نستمتع ونشرب قهوة فيتنامية ونستأنس. يا لبة فيتنام وهلها. الطيران الفيتنامي شغال في تحالف سكاي تيم العالمي، يعني من ضمنها أيضا خطوط السعودية، وأكثر من 26 شركة متحالفة سكاي تيم العالمية، ويعتبر من أفضل الطيران في شرق آسيا، وطيران جميل جميل جدا. بس إيش رأيكم في الجو؟ الله أكبر عليك، مليون. طبعا هذا ممر السعادة. نشوف الطيران، المقاعد الدرجة الأولى جميلة جدا وفسيحة، لكن حنا لمرة نركب ورا عشان الصدمة حقيقة الطيارة ما توجعنا. طبعاً دائماً حاول تركب آخر واحد عشان تجي على مخرج الطيران ولا يدرون أنك أن هالمقعد لك. تعال آخر واحد ويجلس عند المخرج، اختر مقعد كبير. قصدي تقعد عند مخرج الطواري مو الطيران. أنا روعتني المضيفة مرت مع جنبي ارتعت، خفت أنها تقول ارجع مكانك في الأخير. منها ترانك شرق فيتنام. السلام عليكم مساكم الله بالخير، جولة جديدة في فيتنام، راح نستمتع نحن وإياكم، كونوا معنا استمتعوا. منها ترانك تقع على بحر الصين وهي منطقة بحرية ساحلية. طبعا فيتنام اللي شوف خريطتها جاية بشكل طولي وكلها تقع على البحر. كثير يسألون يقولون لي دائما أنت توصل فترات مسائية. صحيح دائما لو تلاحظون دائما أقول السلام عليكم مساكم الله بالخير، هذا دليل لأني أخرج من الفندق بعد 11 بعد 12. أنا أحب الرحلات المسائية لسببين. السبب الأول عشان تشيك إن، إذا جيت أسوي تسجيل دخول أجي على وقت تسجيل الدخول في الفندق، ما يردوني يقولون لي انتظر ساعتين 3 ساعات، هذا واحد. الشيء الثاني ما أحب الرحلات المبكرة، على الرغم دائما الرحلات المبكرة أغلى لأن الناس يحبون يستغلونها ويروحون، لكن أنا ما أحب الرحلات الصباحية أساسا. أقوم براحتي وأتقهوى براحتي وأمشي براحتي. مركات الصبح بدري الساعة 7-8 متعبة جدا. هذه أسوأ فقرة في السفر دائما، ولا أذكر أنشطتي جت أول واحد. خلال سجل رحلاتي ما أذكر إلا جت مرة واحدة، والظاهر بالصدفة بعد. مطارات فيتنام ما يخلونك تطلع بالشنطة لين يطابقون شنطتك مع الورقة اللي معك على أساس ما تاخذ شنطة أحد ثاني. أنا هات تاكسي ب 300,000، يعني بحوله نقول حول 45 ريال زي كذا. طبعا دائما حاول تصور اللوحه، تسوي نفسك انك تصور السياره وتصور اللوحه. لا سمح الله تنسى معك شنطه، تنسى معها شيء، على طول تقدر تدبر امورك وتكلمه وتكلم الشيء. وصلنا الفندق حقنا ليبرتي سنترال هوتيل. هذا البرج يبعد تقريبا 200 متر عن البحر من هنا في وسط السنتر. الفندق من فئه 4 نجوم وليلته تقريبا 230 ريال. ثانك يو. يا سلام. وهذه الغرفة استلمناها، اطلالتها مباشرة على البحر، بس الاطلالة ما تبين لنا. اسرحنا اذا لو معك واحد يشوفك وانت تروش يا وجل نزعت الله. طبعا اطلال على البحر لكن الان ما اشوفه، بكرة الصباح ان شاء الله. يا سلام. نقوم نعلق الحلاقة والعطورات والشامبو، هذا تسحبونه من هنا وتعلقونه هنا. إذا معكم ملابس مبلولة أو غسلتوا ملابس أو شورت سبحتوا فيه وفي موية تعلقونه عشان ينشف. مساكم الله بالخير من جديد، نبدأ جولتنا المسائية في نهى ترانك بعد ما ريحنا وصلينا المغرب والعشاء. الآن ناخذ جولة ليلية إن شاء الله، بنتعشى في مطعم جانيش، مطعم هندي. خيارات الأكل الهندي أفضل بكثير من الأكل الفيتنامي، خصوصا في شرق آسيا. تشتهر منطقة نهاترانك باللؤلؤ، زراعة اللؤلؤ.
تجدون محلات كثيرة تبيع اللؤلؤ، أشياء الزين وأشياء الرخيص والتقليد. منطقة تشتري بها الدراجات هذه تركب حول 15 ريال نص ساعة، يلفك في الشوارع ويمشيك إلين يدوخ راسك من الزين. حنا نسبق هذول سق زين. الله الله يا سلام، براد يربيك الحمد. هذا مول فانكوم، فانكوم والله ما ادري عادي فوق برج ولا لا، لكن هذا المول اربع ادوار. والله صايرين كلنا سيارات في وسط الدوار ومع العالم. هذا السيكل اللي قيمه عندهم والدباب، حتى السيارات توقف تحترمنا. نلاحظ الابراج والفنادق كلها تطل على البحر مباشره، واسعارها ما يبغالي، يعني ممكن تاخذ لك غرفه في هالفندق هذا مطله 300 400 ريال. الله الحدايق وهذول طربانين، ما ادري ايش عندهم، بس عنده شكل عندهم بارتي.